معنا عبد الباري عثمان، محلل سياسي كردي، ينضم إلينا من غزة عن تاب عبر الهاتف. أهلا بك معنا سيد عثمان. طبعا هذه الدفعة الثانية من المساعدات العسكرية إلى مناطق سيطرة قصد، ما الهدف منها برأيك؟ تحياتي لك أستاذ، مساء الخير للمشاهدين الكرام. حقيقة نحن كنا متأكدين وسبق حكينا على قناتكم الكريمة بأن القوات الأمريكية لن ينسحب من المنطقة، وبالعكس سيقوي نفوذها، لأنه لديها ثاني قاعدة كبيرة بالمنطقة تضاهي قاعدة حميمين باللاذقية، وخاصة أتت الدعم الحالي لقوات قسد بعد التصريح بومبيو الذي قال إذا تدخلت تركيا بشرق الفرات ستكون عليها حوادث مدمرة. يعني يبدو بأن الأمريكان مصرين على بقائهم في سوريا ولن يتركوا منطقة الجزيرة يعني بدون ما يكون لديهم تمركز حقيقي مع بعض قوات التحالف اللي موجوده بشرق الفرات. يعني برايك سيد عبد الباري هذه اجابه لتركيا؟ يعني هناك انباء او مصادر، يعني مصادر تركيه تتحدث عن بحث انقره اليوم لعمليه عسكريه محتمله شرق الفرات، يعني هل هذه التعزيزات من التحالف لقسد ردا على تركيا؟ كما نعلم جميعا بانه يعني القضيه السوريه اصبحت قضيه دوليه، والصراعات الدوليه الموجوده، الخلافات اللي بين الدول عم يتصارعوا فيها على الجغرافيا السوريه. فاعتقد كانت رساله بومبيو واضحه بان اذا حاولت تركيا الدخول الى شرق الفرات سوف يواجهونها. ونتيجه هذا التصريح اعتقد انه هناك خلافات ظهرت بين الأمريكان والأتراك، خاصة بعد زيارة شاويشغلو إلى أمريكا ونفي بما صرح فيه من قبل الأتراك، والتأكيد الأمريكي بأن كل ما جاء على لسان بومبيو هي تمثل الإدارة الأمريكية. فأعتقد بأن الوضع بمنطقة الشرق الفرات يتأزم أكثر، خاصة بعد ما نرى ما سيخرج بزيارة رئيس أردوغان إلى روسيا. شكرا جزيلا لك عبد الباري عثمان، محلل سياسي كردي، كنت معنا عبر الهاتف من غازي عنتاب.